السلام عليكم مشاهدينا الكرام، هذه هي نشرة أخبارية منتصف الليل من تونس، ونبدأها بعناوين أبرز ما فيها. شهداء تونس من أبناء المؤسسة العسكرية يوارون الثراء وسط فخر ببطولتهم، ورئيس الجمهورية أشرف على موكب رسمي لتأبينهم. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترصد في تقرير لها ما سمته انتهاكات سجلتها خلال متابعتها ملفات الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة. تحسن ملحوظ في مؤشرات الوضع الوبائي في تونس، وثلاث ولايات دون وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي. وسط فخر ببطولتهم شيع أمس شهداء تونس من أبناء المؤسسة العسكرية إلى مثواهم الأخير، وهم الشهيد الملازم أول سامي والناسي، والشهيد الوكيل أول السيد العماري، والشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي، والشهيد الوكيل مراد الفداوي، فيما قررت عائلة شهيد الوطن إسماعيل الخريجي إقامة جنازة الشهيد اليوم الجمعة في مقبرة الجهة بالحامة. في جنازة مهيبة شيعت اليوم جنازة الشهيد الملازم أول سامي والناسي إلى مثواه الأخير بمقبرة الضريح بسيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وقد أبنه ممثل عن المؤسسة العسكرية وأشاد بخصاله وتفانيه في أداء الواجب، ثم توليت عليه فاتحة الكتاب ونقل إلى مقبرة الضريح حيث أدى له زملاؤه من المؤسسة العسكرية التحية. وشيع أهالي القيروان جثمان شهيد الوطن والمؤسسة العسكرية الوكيل الأول سيد العماري إلى مثواه الأخير بمقبرة القيروان المدينة في موكب مهيب حضره أهالي الفقيد وزملاؤه بالمؤسسة العسكرية والأمنية أين تم تأبينه. تم خلال هذا الموكب تلاوة الفاتحة على روح الفقيد وذكر خصاله ومناقبه واستبساله في الذود عن أرض الوطن ضد الإرهاب باعتباره مختصا في تفكيك المتفجرات بالثكنة العسكرية في الباطن، وساهم في تحقيق انتصارات عدة للمؤسسات العسكرية في هذا الشأن. وفي مقبرة هنشير الزرعة من معتمدية جومين من ولاية بنزرت ووري الثراء جثمان الشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي ظهر اليوم، وقد أدت تشكيلة عسكرية للشهيد التحية، وكان جثمان شهيد الواجب الوطني قد نقل اليوم على متن عربة عسكرية إلى منزل والديه قبل تشييع جثمانه إلى مقبرة المنطقة. وشيعت ولاية الكاف أيضا اليوم جنازة شهيد الجيش الوطني الوكيل مراد الفداوي إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمنطقة بير بن شريفة بمعتمدية التويرف، وذلك بعد أن وافته المنية يوم أمس على إثر تعكر حالته الصحية بالمستشفى العسكري متأثرا بجروحه البليغة التي أصيب بها في انفجار لغم بجبال ورغة يوم 14 من جانفي الماضي. إذن ووري شهداء تونس من أبناء المؤسسة العسكرية أمس الثراء، شهداء الواجب الذين كانوا فداء للوطن ودرعا للذود عنه. أقيم لهم موكب تأمين صباح أمس بالمستشفى العسكري بتونس أشرف عليه الرئيس قيس سعيد، حيث تلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الزكية. وفي كلمة التأبين استحضر سعيد خصال أبطال تونس ونوه بشجاعتهم دفاعا عن الوطن وعن أمن التونسيات والتونسيين وسلامتهم. في موكب خاشع أبنى رئيس الجمهورية قيس سعيد شهداء تونس العسكريين الأربعة الذين استشهدوا أمس إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل سلتا بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، كما أبنى معهم الشهيد الوكيل مراد الفداوي الذي استشهد مساء أمس أيضا متأثرا بجروحه بعد إصابته بمرتفعات ولاية الكاف يوم 14 من شهر جانفي الفارط. نودع في هذا الموكب الخاشع أبطالا من أبطال تونس الذين التحقوا يوم أمس بالرفيق الأعلى. نودع اليوم المرحوم ملازم أول سامي والناسي والمرحوم وكيل أول السيد العماري والمرحوم عريف أول إسماعيل الخريجي والمرحوم رقيب أول منعم الدلاعي والمرحوم وكيل مراد فداوي. ستغادرون أجسادهم، ولكن ستبقى أرواحهم في ذهن كل التونسيين.
وتلا رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء تونس، منوها بشجاعتهم واستبسالهم دفاعا عن الوطن وعن أمن وسلامة التونسيات والتونسيين من الأعداء المتربصين بالبلاد. نترحم على أرواحهم ونستحضر شجاعتهم وعطائهم، والحرب سجال، بالأمس سقطوا ولكن سقطوا شهداء وسقوا بدمائهم هذه الأرض الزكية، لا يزيدنا ذلك إلا إصرارا على مواجهة هؤلاء المجرمين، وسننتصر عليهم. وقال قيس سعيد إن سقوط هؤلاء الأبطال نتيجة الغدر والجبن لن يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة المجرمين بنفس الروح القتالية العالية. سنواصل المعركة، وعهدا أننا بنفس الروح القتالية العالية سنتصدى لهؤلاء المجرمين ومن يقف وراءهم ومن يريد أن يضرب الدولة التونسية. كما توجه رئيس الجمهورية لعائلات الشهداء الأبرار بأصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل. وقد قرر الرئيس قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة منح ترقية استثنائية بعد الوفاة برتبة أو رتبتين ووسام الجمهورية لكل من الشهيد الملازم أول سامي والناسي، والشهيد الوكيل أول السيد العماري، والشهيد العريف أول إسماعيل الخريجي، والشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي، والشهيد الوكيل مراد الفداوي. وسيتم تسليم هذه الأوسمة لذوي شهداء تونس الأبرار. قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حصيلة الاعتداءات والانتهاكات التي سجلتها من خلال متابعتها ملفات الموقوفين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة، والتي بلغت 777 ملفا، من بينهم ملفات 126 قاصرا. مداهمة عشوائية دون إذن قضائي، اعتداءات جسدية ومعنوية، هذه من بين الانتهاكات التي تضمنها تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تم عرض نتائجه خلال ندوة صحفية. انتهاكات رصدتها الرابطة من خلال متابعتها ل 777 ملفا لموقفين تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة وزيارتها إلى مراكز الإيقاف والسجون. الملفات اللي كفلت بهم الرابطة وجمعية دمج هما 777 ملف، من بينهم 126 قاصر. الانتهاكات اللي صارت لهم هما التعذيب وضربهم، وفما نحكيوا حتى على سحل، نحكيوا على مداهمات بدون إذن قضائي. ما وجدناه في مراكز الإيقاف وبشهادات الموقفين هو أنهم تعرضوا إلى أبشع أنواع العنف، اعتدى على الحرمة الجسدية والحرمة النفسية، وظهرت هذه خاصة في عند الأطفال القصر. مركز الإيقاف عنده الحق من أنه يجيب محامي، من أنه حق يجيب طبيب، من حق على معايلته إلى غير ذلك. هذا في نسبة نقول لك 90% لم يقع هذا. حسب الملفات اللي اطلعوا عليها المحامين، هناك تهم كيدية لفقت إلى الموقفين. وعبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استغرابه من موقف بعض النقابات الأمنية بخصوص التهديدات لقمع الاحتجاجات. صعود خطاب جديد، خطاب غريب من طرف بعض النقابات الأمنية ومن طرف بعض الأمنيين، اللي هو يهدد ويسب ويكفر شرائح من المجتمع متاعنا ونشطاء وصحفيين وصحفيات، كذلك حقوقيين. صاحب التهديد هذايا تهديد لقمع التحركات بإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بالعيد يوم السبت. وصرح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي من جهته أن الاتحاد سيصدر بيانا للتنديد والاستنكار الحملة التي تستهدف الصحفيين بما يمثل تهديدا للحريات. سنصدر بيانا آخر في علاقة بالتجاوزات والاعتقالات والمضايقات والتهديدات التي تعرض لها الإعلاميين والإعلاميات، ونحن نعتقد بأن هذا التمشي يمثل أولا
تهديد لحرية الكلمة. كما أكدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان على ضرورة العمل مع المؤسسة الأمنية على تكريس مبادئ الأمن الجمهوري. في مجلس نواب الشعب عقدت كتلة الإصلاح ندوة صحفية قدمت خلالها مبادرتها التشريعية لتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات مع المطالبة باستعجال النظر فيه. تزامنت المبادرة التشريعية لتنقيح القانون عدد 52 من قبل كتلة الإصلاح مع صدور الأحكام ب30 سنة سجنا وفي طورها الابتدائي على 3 شبان لاستهلاكهم مواد مخدرة في فضاء عمومي. المبادرة التشريعية ترمي إلى تنقيح الفصول المتعلقة بالاستهلاك وباعتماد آلية التدرج فيها، مقترحة إلغاء عقوبة الاستهلاك في الفضاءات العمومية. احنا نحينا العقوبة السجنية تماما، في المرة الأولى تولي الخطية مالية من 500 إلى 1000 دينار، في المرة الثانية كيف مشينا من 1000 إلى 2000 دينار، معناتها استهلاك لأول مرة وثاني مرة ما فماش عقوبة سجنية، وهذا أعتقد هو المحتوى الأهم فيما يتعلق بمسألة استهلاك المواد المخدرة. في حالة التكرار نجم نعطيه القاضي إمكانية أنه يحكم بالسجن من 6 شهور العام وخطية مالية، لكن مع إمكانية تعويض هذه العقوبات بعقوبات بديلة. هذا فيما يتعلق بالاستهلاك. وبخصوص تجار المخدرات ومروجيها، فاعتمدت المبادرة على مضاعفة العقوبات 10 مرات، خصوصا حينما يتم استهداف الفئات الشبابية. مضاعفت العقوبات 10 مرات، سواء كان الخطايا المالية أو حتى العقوبات السجنية. مشينا بالنسبة للفضاءات المهيئة كما الوضعية اللي صارت في الكاف بالضبط، اللي يستهلك يشدوه بالصدفة أنه يستغل في أحد الفضاءات، ما نجموش نتعاملوا معاه كما اللي مخصص فضاءات هذه هو مسؤول عليها، هو المكلف بالسهر على ذلك الفضاء وحمايته، ونلقاوه يستغل فيه للترويج وإلا لتخصيصه كفضاء لاستهلاك المواد المخدرة. تنقيح يتطلب اعتماد تدابير جديدة للإحاطة بمدمن المخدرات، هذا وتعمل الحكومة على التقدم بمشروع قانون في الغرض. في الشأن الصحي الآن، تجاوز عدد الوفيات في تونس جراء فيروس كورونا عتبة 7000 وفاة إثر تسجيل 68 وفاة جديدة في آخر بلاغ لوزارة الصحة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7048 وفاة. كما تم أيضا تسجيل 1270 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 5470 تحليلا مخبريا. هذا يتم حاليا التكفل ب 1929 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات والمصحات، منهم 406 مصابين يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 141 مصابا إلى التنفس الاصطناعي. ولئن تم تسجيل مؤشرات إيجابية في عدد من الولايات التونسية في علاقة بفيروس كورونا، فإن ولايات أخرى ما زالت تسجل وفيات وإصابات. متابعة لتطورات الوضع الوبائي في التقرير التالي. المؤشرات الإيجابية الخاصة بكوفيد-19 تأتي مؤقتا من ولايات قبلي وباجة ومدنين، فالولايات الأولى لم تسجل بها وفيات ولليوم الثاني على التوالي، أما باجة فقد بلغت بها نسبة الشفاء أكثر من 87%، وذلك بتعافي 3600 شخص. أما الولاية الثالثة وهي مدنين فقد تراجعت بها الحصيلة الوبائية بتسجيل حالة وفاة وحيدة خلال الساعات 24 الفارطة و79 إصابة من جملة أكثر من 1400 تحليل، وهو تراجع حذر وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمكان زيد العنز. عدد من الولايات الأخرى وفي حصيلة مؤقتة، فقد تراوح عدد الوفيات بها بين حالة وفاة وحيدة وخمس وفيات كأعلى حصيلة تم تسجيلها بولاية سوسة يوم أمس الأربعاء. ولاية جابس التي بيّنت نتائج تحاليل قرابة 420 عينة أن 100 منها سلبية، سجلت خلال الساعات 24 الفارطة 4 وفيات. وسجلت ولاية جندوب حالتي وفاة يوم أمس الأربعاء، فيما توفي شخصان بفيروس كورونا بولاية بن عروس خلال الساعات 24 الفارطة.
وسجلت كل من المهدية وسيدي بوزيد والكاف حالة وفاة وحيدة، كما هو الحال في ولاية توزر التي توفي بها مصاب بالفيروس كان يقيم بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بنفتع. في الشأن العربي الآن، يسعى المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة الذي احتضنته جنيف بسويسرا إلى التصويت على أعضاء المجلس الرئاسي الليبي المؤقت الذي سيعمل على توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن في ليبيا حتى تنظيم انتخابات في ديسمبر القادم، فيما لم يحصل أي مرشح على عتبة 70% الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه. وبحسب المبعوثة الأممية الخاصة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، سيكون على المجتمعين الانتقال إلى تشكيل لوائح تضم 4 أسماء، 3 منهم لعضوية المجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الحكومة. من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الجولة 7 من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها بمدينة سرت من 4 إلى 7 فبراير الجاري لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي في جنيف. توج السباح التونسي نجيب بالهادي بلقب رجل العام في العالم في المياه المفتوحة إثر فوزه في الاستفتاء الذي أجرته المنظمة العالمية للسباحة في المياه المفتوحة عبر موقعها على شبكة الإنترنت. ويأتي تتويج بالهادي بلقب رجل العام إثر نجاحه في تحقيق رقم قياسي عالمي في السباحة في المياه الحرة حول جزيرة جربة بقطع مسافة 155 كيلومترا في 47 ساعة و50 دقيقة. وإلى أخبار كرة القدم الآن، حيث تأهل الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية لكرة القدم المقام حاليا في قطر بتفوقه مساء الخميس في الدوحة على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات في 30. وسيلاقي الأهلي المصري بطل إفريقيا في نصف النهائي الاثنين المقبل بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا. كان تيغريس أونال المكسيكي بطل كونكاكاف تأهل بدوره إلى الدور نصف النهائي بفوزه على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا بـ2-0. وسيواجه تيغريس في الدور نصف النهائي يوم الأحد المقبل بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. في المقابل سيلعب أولسان الكوري يوم الأحد القادم أيضا من أجل المركز الخامس مع الدحيل القطري. هكذا إذن بالرياضة نصل إلى نهاية النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. شهداء تونس من أبناء المؤسسة العسكرية يوارون الثرى وسط فخر ببطولتهم، ورئيس الجمهورية أشرف على موكب رسمي لتأبينه. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترصد في تقرير لها ما سمته انتهاكات سجلتها خلال متابعتها ملفات الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة. تحسن ملحوظ في مؤشرات الوضع الوبائي في تونس، وثلاث ولايات دون وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.